أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن توسعة المنطقة الجنوبية للقناة هدفها زيادة استيعاب السفن التي تعبر من المجرى الملاحي. أضاف ربيع أن الهيئة تسعى لإتمام ازدواج قناة السويس بصورة كاملة لأنه سيساهم في زيادة معدل العبور اليومي للسفن ويقلل من الحوادث داخل المجرى الملاحي. درسنا الموضوع كويس قوي، الموضوع كان موجود، ما كانش يعني احنا بنقولش ان احنا اخترعناه، الموضوع كان موجود في الأدراج، طلعناه ودرسناه كويس جدا وعرضنا على سيادة الرئيس، وسيادة الرئيس ناقشوا معانا كتير جدا واتدرس كويس قوي برضه في الرئاسة، وتصدق عليه كمشروع قومي لقناة السويس. انا عايز اقول ان المشروع ده هيبقى هو حجر الزاوية لاستكمال الدبلنج لقناة السويس، او ان تبقى كلها بالكامل قناة ازدواجية كاملة. يعني احنا بنحط اساس مش بس مجرد مشروع، لا ده هيفضل مستمر معانا. يعني احنا لو بنزود ال 40 متر في جهة الشرق في المشروع ده، يعني في 30 كيلو، وبنزود العمق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر ل 72 متر، وبنعمل في البحيرات المرة الصغرى 10 كيلو ازدواج عشان يبقى عندنا قناتين 250 متر تانيين، يعني الجزء ده 250 متر، بنعمل كمان 250 يبقى 500 متر، يبقى عندنا قناتين في الجزء ده رايح جاي، يضافوا الى قناه السويس الجديده اللي هي 72 يبقى 82 متر، يعني بنتكلم على حوالي 17% كمان زياده في قناه السويس الجديده. فقصدي ده مشروع مستدام هيصلح للاستدامه في قناه السويس، ناهيك عن العائد من هذا المشروع.